وحل هدم المعالم الدينية والثقافية وتغيير الهوية الجامعة في العراق. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين الأستاذ حارث الأزدي، مرحبا بك معنا. حياكم الله، مرحبا بكم. هذا الهدم والتدمير الممنهج لشواخص دينية وتاريخية كما هو الحال مع جامعة السراجي، على ماذا يدل؟ حياكم الله وبياكم. نعم بالفعل هو تدمير ممنهج واستهداف مدروس يسير وفق خطة معتمدة لدى أحزاب الخراب التي اجتاحت العراق وتسلطت عليه عقب الاحتلال. هذا التدمير وهذا يعني الاستهداف له دلالة واضحة جلية يدركها العراقيون جميعا، أن هذه المجاميع ليس لها ولاء للبلد ولا ينتمون إليه، وهم قائمون بالفعل على تهديمه وسلبه من تاريخه ومحو آثاره خدمة لمصالح خارجية. هذا الاستهداف لجامع السراجي ومناطق التاريخية موضوع الخبر ليس بعيدا عن استهداف تمثال أبي جعفر المنصور بالاستهداف المتكرر، فكلما ضاق عليهم الخناق يلجؤون إلى إزالة هذه الآثار أو محاولة يعني بث الفتنة في الشارع، لأن الشحن الطائفي هو عمودهم الفقري. وليس بعيدا أيضا أن نذكر بعيدا عن الذاكرة أن نذكر جامع العادلية وسط بغداد في شارع النهر، أيضا أهملوه وجعلوه مرأبا للدراجات النارية. بالفعل هو تدمير واضح وممنهج ويسير وفق خطة مدروسة يعلمها الجميع. هذه الخطة المدروسة وهذا الإصرار على هدم وإزالة منارة جامع السراجي في البصرة، هل تعتقد أنه يشتمل على أبعاد ودوافع طائفية؟ حقيقة يا سيدي، البصرة بوابة علوم العراق بتاريخها المشرف وعلمائها الأعلام الذين بحق لهم ذكر مجيد في ذاكرة الأمة جميعا، ليس فقط بالآثار التي تحتضنها المدينة، وإنما بناتها وأهلها وعشائرها ومنظماتها المجتمعية. لذلك تتعرض البصرة إلى حملات استهداف كبيرة وكثيرة على مر تاريخها، سعيا لتحييدها عن الواجهة الثقافية والحضارية للعراق. لا شك، أنا أقول لا شك أن دوافع هذا الهدم لغرض نزع هوية مدينة البصرة بسلبها آثارها، وإلا كيف لعاقل أن يستوعب إزالة معلم تاريخي وجامع ومنارة تاريخية لتوسعة شارع يمكن إيجاد أكثر من حل وفق المخططات الهندسية، ولكنهم يصرون على تنفيذ المخططات الطائفية. نعم، بعض الدول كما تعرف سيد حارث الأزدي تقوم يعني بإبقاء والحفاظ على بعض الأشجار المعمرة وليس فقط على معالم دينية وتاريخية مهمة مثل معلم مثل هذا الجامع، جامع السراجي. على أي حال، أين يكمن دور الوقف السني الذي من المفترض بأن هذا الجامع من ضمن مسؤوليات الوقف؟ حقيقة بني العراق بمسألة المحافظة، ونحن مع رفضنا إلى هذه المسميات الوقف السني أو الوقف الشيعي وهذا التحاصص البغيض الذي مزق اللحمة العراقية، لكن يقع نعم على دائرة الوقف السني تقع المسؤولية القانونية بحماية وصيانة وإدامة المعالم التاريخية، المساجد، إبقائها على قيد الحياة. ويجب أن تكون هذه المعالم هذه المساجد وهذه المنارات وهذه الشواخص بعيدة عن الاتفاقات المبرمة على أساس تحاصصي طائفي مقيت. العراق وتاريخه يا سيدي ومساجده وآثاره أكبر من الذين تسلطوا عليه وآذوه، وأكبر من مرحلتهم التي لم يمر على العراق والعراقيين أسوأ منها. لذلك تكون المسؤولية القانونية والأخلاقية على الوقف السني باعتباره الجهة المختصة برعاية هذه المساجد التاريخية.
ماذا بعد؟ يعني إذا كان هناك تقصير من الوقف السني كما هو واضح من خلال المتابعات والتقارير، هل هناك يعني من هو مؤهل بالحفاظ على هذه الهوية العراقية الوطنية الجامعة بما فيها من مكونات يعني ثقافية كبيرة؟ حقيقة محنة العراق محنة صعبة، والذين تسلطوا على البلد آذوه بهذه المحافظة وهذا الانتباط بالخارج وهذا العمل للأجندات الخارجية. لكن يبقى الأمل أولاً بالوعي العراقي المتصاعد بهذا الجيل الشبابي الراقي الذي يدل حراكهم وتدل تصريحاتهم وتدل كتاباتهم عن فهم واثق وعارف بالخطوة المستقبلية لإعادة العراق، وما يعني عزوفهم عن الانتخابات السابقة إلا دليل وعي، ويعرفون جيدا أن هذا الثوق الطائفي هو ممزق للعراق ويحاولون محوه. وثانيا تقع أيضا على المنظمات والهيئات المناهضة للاحتلال والتي لم تعترف بمشروع الاحتلال، عليها إدامة بث الوعي وعليها أن ترصد هذه المخالفات والانتهاكات بفضحها أمام المحافل الدولية أمام أعين الناس حتى تكون رادع لهم. ختاما أقول أي حل ترقيعي نابع من منظومة الفساد التي تحكم العراق لن يجدي نفعا. المعول عليه هو شباب العراق الذي بدأ يبلور الشخصية العراقية الأصيلة باعتزازه ببلده أرضا وتاريخا وشعبا، وهذه الآثار تاريخ بلد. نعم، أشكرك جزيلا مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين من عمان الأستاذ حارث الأزدي، شكرا لك مرة أخرى.